تواجهنا الحياة بتحديات كثيرة، والتاريخ البشري يثبت قدرتنا على اتخاذ القرار الصحيح من خلال تحديد الهدف والاستكشاف والمثابرة والإنجاز والبناء. 50 سنة من النجاح. لكن الغد ينتظر قرارك أنت. نعيش اليوم في ثورة القرن 21 من خلال المرونة والتكيف وزيادة فرص العمل لتشجيع الإبداع وزيادة الأفق من أجل مستقبل أفضل وجيل برؤى عالمية. هل قمت باتخاذ قرارك؟ تعليم أفضل، أمة أفضل، مستقبل أفضل. كليات التقنية العليا.